مساكم الله بالخير. في تخصص العلاقات العامة، خدمات تقدم من المنظمة للمنظمة، يعني من فريق العلاقات العامة للمنظمة أو من فريق العلاقات العامة للجمهور. وأقرب تعريف للعلاقات العامة أو مصطلح هو تحسين صورة المؤسسة أمام الجمهور. فالعلاقات العامة قطاع يقدم خدمات، قطاع مخفي، قطاع مهم بالمنظمات الضخمة. من القصص المستهلكة اللي راح تلقاها في تاريخ العلاقات العامة بأن واحد من كبرى بنوك أمريكا فجأة قلت عنده الأرباح وتسربت الأموال الضخمة بسبب موظفين اثنين علاقات عامة متواجدين في الرئيسي. تقديم خدمات للناس مو عيب، إنه يقدم خدمة فأنت انكمشت، فلازم تستخدم كلمة أفهمك وساعدك وانكمشت وزعلت علشان إنه ها انت راح تقدم خدمه فانا ذليل، لا ذل، فيها ذل ان نخدم، انا ما اشتغل عندك، انا مو خادم عندك. سيد القوم خادمهم، عضو البرلمان لما يقدم خدمات للناس ما ينجح، الوزير خادم عام، ممكن اعد لك من الخدمات. بل ان الشيخ القبيله هو مخلص امور القبيله، يعني هو مخلص خدمات القبيله، هو اللي يخدم القبيله. وافضل الناس اللي يقدمون خدمات للناس، خير الناس أنفعهم للناس. اللي يقدم خدمات للناس محبوب بين الناس، يقعد بصدر المجلس وله قيمة وله قدر. لكن هذا الشخص اللي خدمة ايش تقصد خدمة ومتعفف عن الخدمة، اللي بيحط مكانها أساعدك وفهمك علشان يتعفف ويترزز بأنه يشوف هذه الكلمة مو مستواه أن أنا ما أخدم، راح تكون آخر الخط آخر الصف. تقديم خدمات مجانا، لاحظ معي الحين، تقديم خدمات ومدفوع لك راتب شيء، وتقديم خدمات مجانا تبتغي فيها مرضات الله شيء آخر. لما تشوف اثنين يتعازمون على الحساب من نفس صافية، يتعازمون على الحساب، هذا مو معنى انهم اثنين مخبول ولا الكرم زايد عندهم، لكن هذول الاثنين ذاقوا لذة العطاء، العطاء له لذة. شوف انا بقول موقف ما اقصد فيه اني بقول ان هذا الرجال زين، لكن انا راح اذكر الموقف كما هو. انا كنت بصلاة المغرب، يعني سهران من الفجر لي صلاة المغرب اللي هي بنفس اليوم، تعبان حيل، فآخر صلاة دخت. فلما يعني نزلت ودخت لقيت واحد يمسكني من يميني، لفيت عليه ولا عضو برلمان ما اعرفه والله، فحسيت انها مغالاة منه، شكرته ومشيت. لما مشيت اخوي قال لي ترى هذا عضو برلمان، قلت له والله ما اعرفه، يعني انا اغلبهم ما اعرفهم اصلا يعني. فقلت له مشكور، اجيب لك سايق اوصلك، شكرا سلام عليك، مشيت. بعد مده طويله كان عندي معامله بتجاره ما اذكر شنو، فلقيت هذا الشخص موجود واحنا قاعدين، لم كل اوراقنا وقدمها حق الوزير او الوكيل ما اذكر علشان يمشي الخدمات. ما قال هذا فلان، هذا منو ما عرفه، هذا ممكن يصوت لي ممكن ما يصوت لي، قدم خدماته بما أنها مقدمة حق كل اللي قاعدين، شال ملفاتهم ودخل داخل. بعدين أنا عرفت ليش هذا الرجل محبوب وليش له شعبية وليش ينجح بالبرلمان. بعدين فهمت أنه مو يشتري أصوات ولا يتكسب سياسيا، بعدين فهمت أنا ليش هذا الرجال هو بطبعه خدوم، هو بطبعه أصلا يقدم خدمات للناس. الفكرة من الحساسية من كلمة خدمة، أو أن الشخص يقدم خدمات، أو أنه هو في قطاع الخدمات فلازم يفرق ما بين قطاع الخدمات وقطاع البيع والشراء ويختار كلماته بعناية. هذا الشخص اللي عنده حساسية من كلمة خدمة عنده مشاكل كبيرة راح يواجهها بالحياة. ترى أنك تقدم خدمات للناس هذا فضل من الله تعالى، يعني أنا قاعد أشوف أنك إذا تقدر تقدم خدمة هذا فضل الله أعطاك إياه، أنك أنت رجال قادر تقدم الخدمة هذه حق فلان وفلان، غيرك ما يقدر اصلا ولا يملك انه يقدم خدمه. بفضل الله تعالى الله قدرني اني اقدم كثير من الخدمات للناس على مستوى اختصاصي او على مستوى الامور اللي مؤقتا افهم فيها، لان هذا علم سريع. بالفتره هذه انا والله ما بشيء، والحمد لله تعالى انا دائما اقول انا ما اشيل هم العطاء الله، انا اشيل هم شكر الله. فمع الوقت يرجع لي كثير منها، يعني مع الوقت الشخص اللي قدامك اللي شايل لك الخدمة أو شايل لك حتى لو كانت تافهة، بس أصله يقول إنه يردها، أو أصله يقول مع إن أنت ما تبي منه شيء، هو يدري إنك ما تبي منه شيء، قاعد تجيني الخدمات مضاعفة. عموما نرجو إن الرسالة وصلت، ولو إن النفس نفسه يبين
ان الامور مو رايحه لواحد يبي يفهم الفكره، الامور رايحه لواحد حساس تجاه امر بسبب الايجو العالي عنده. اتمنى لكم يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.